في موازاه هذا المشهد قلق في الداخل السوري وعيد منقوص وسط تهديدات الدوله الاسلاميه. لم يعد غريبا ان يمر العيد على السوريين وهم في اسوأ حالاتهم الاقتصاديه والنفسيه بسبب الحرب المستعره في بلادهم. في السنوات الأخيرة طغت أخبار الميدان والحرب على بهجة العيد التي بقيت موجودة بخجل إلى أن أتى تهديد تنظيم داعش ليقضي عليها. الفرحة غابت بشكل كامل لدى الكبار، لكن رغم ذلك أصروا على النزول إلى الأسواق رغم التهديد لإشعار الأطفال بالعيد وأخذهم إلى المنتزهات ومدن الملاهي. العيد ما ظلت لنا فرحة بالعيد، يعني العيد للأطفال شوية تحضيرات وشوية هدايا، داعش ما خلونا فرحة. العيد مو مثل الأول، ما عم نقدر نطلع، يعني نخاف منه على بيت جدي، ما عم نقدر نطلع، نشتري ثياب ما عم نقدر نطلع، يعني نحن خايفين من تنظيم داعش. داعش لم يهدد الأمن فقط بل هدد الاقتصاد السوري أيضا. عيد الأضحى الذي يعني أيضا تقديم الأضاحي ونحر الخراف هدده داعش بفرضه ضرائب كبيرة على الحيوانات وعلى السيارات التي تقلها، ما أدى إلى جعل كثيرين غير قادرين على شرائها. مثلا عم بياخذوا ضرائب على الطريق، مثلا 11 عم تاخذ والثاني عم ياخذ والثالث عم ياخذ، يعني اللي بالمتصل لو يصير بلاوي. هلا أي إنسان ما يقدر يشتري أي رأس مشان يسوي ضحية يعني. في كل منطقة سورية تهديد يقلق السوريين ويؤرقهم ويجعل فرحة العيد منقوصة، وأضيف إليه هذا العام حداد الكثيرين على أقرباء لهم ماتوا في المتوسط أثناء محاولاتهم البحث عن حياة أفضل لقضاء الأعياد فيها بسلام.